للحوار أكثر عن انعقاد هذه القمة معي من رام الله الخبير في الشؤون الإسرائيلية سيد عصمت منصور، ومن واشنطن الكاتب والباحث السياسي سيد إيهاب عباس. أهلا بضيوفي. سأبدأ بداية مع السيد عصمت منصور. سيد عصمت، إذن في هذا الوقت الحرج تنعقد هذه القمة، القمة الدولية للسلام، الموقف العربي حسب حتى الجانب الفلسطيني هو قوي، يعني متقدم، هذا لم نراه ربما في كثير من السنوات الماضية، لكنه يتجمع وراء الأحداث المأساوية في قطاع غزة. هنا لابد من السؤال أولا، مجرد انعقاد هذه القمة، ما طبيعة الرسالة التي ترسلها لأطراف الداعمة لإسرائيل أولا ومن ثم لإسرائيل؟ تحياتي لك ولضيفك العزيز وللمتابعين. بالفعل يعني هذا ربما من الأمور النادرة، أنه يعني في ذروة القتال وفي ذروة وضع أمني جدا معقد وفي ذروة حرب أن تعقد قمة للسلام، يعني وكأنه الأمر متناقضين. لكن واضح أنه رسالة هذه القمة رمزيا على الأقل هو أنه يجب أن تكون نتيجة هذه الحرب هو سلام وليس مزيد من الحروب. الحرب الأخيرة استشعرت من خلالها بعض الدول العربية أنه فعلا هناك تهديد جدي على استقرارها، ليس فقط على القضية الفلسطينية ومستقبلها وإمكانية تصفيتها كما حذر من ذلك الرئيس السيسي مثلا، بل حتى حدود هذه الدول وأمنها القومي أصبحت مهددة بسبب أنه اليمين الإسرائيلي ونتنياهو لا يريد فقط القضاء على حماس ولا يريد فقط إنهاء المشكلة الأمنية التي تمثلها حماس من خلال تجريدها من سلاحها مثلا أو منعها من التسلح في المستقبل، هو يريد أن يحقق أطماع قديمة ومشاريع ترمي إلى تهجير الفلسطينيين وخلق مشاكل للدول العربية، مشاكل متعلقة بمشاكل اجتماعية وسياسية وأيضا مشاكل متعلقة بسيادتها وحدودها وسيطرتها على حدودها. ذات شيء استشعرته الأردن وأيضا دول الخليج تستشعر أن هذه الحرب إذا امتدت وإذا استمر نتنياهو وذهب باتجاه الشمال أو فتحت الجبهة الشمالية هذا يمكن أن يخلق لها أيضا أزمات ويمكن أن تعاني من نتائج هذه الحرب، لأنه لن تقتصر فقط على حزب الله، هناك حلفاء ومحور ينتمي له حزب الله وهذا سينعكس أيضا على الخليج وأمن الخليج وغيرها من القضايا. لذلك من هنا جاءت أهمية الحاجة إلى البحث عن العنصر المفقود في كل هذه المعادلة والذي يحاول نتنياهو أن يطمسه وهو السلام. أنا أعتقد أنه أهم قرارات هذه القمة ستكون رغم عدم مشاركة إسرائيل ورغم عدم مشاركة الولايات المتحدة هو أولا أن سيكون هناك إجماع وستحاول مصر بالشراكة مع دول عربية خلق إجماع عربي دولي بأنه لا مكان للترحيل، هذا أولا، وهذا يشكل حماية للفلسطينيين وقضيتهم ولمصر والأردن ولاستقرارهما. سيد عصمت، والقضية الأخرى هو أنه يجب أن يكون في اليوم التالي لهذه الحرب هو سأتركها بالطبع تسترسل، لكن سأذهب إلى الجانب المصري لمعبر رفح مراسلنا أحمد مهران، ومن الجانب الفلسطيني لمعبر رفح مراسلنا حازم البنا. طبعا مع دخول المساعدات، تلك الصور التي شاهدناها خلال الدقائق الماضية ربما ينقلون لنا الصور بشكل أفضل. سأبدأ مع حازم هنا. حازم، ما وتيرة دخول هذه المساعدات؟ ما طبيعتها؟ يعني لو الجانب التقني في استلامها إلى الآن كيف يتم؟ نعم ماجد، عمليا نحن الآن أمام بوابة معبر رفح من الجهة الخارجية وليس من الجهة الداخلية كما يظهر في الصورة من خلفي. حتى اللحظة لم تدخل أي شاحنة، ولكن ما حدث هو أن 30 شاحنة فلسطينية عمليا دخلت بمرافقة مسؤولين في الهلال الأحمر، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني التي هي عمليا المشرفة على عملية استلام وتوزيع هذه المساعدات بالشراكة مع وكالة الغوث الأونروا. 30 شاحنة دخلت فلسطينية باتجاه الجانب المصري لعملية استلام هذه المساعدات التي ستكون غالبيتها من الأدوية، والجانب الآخر منها له علاقة بالمساعدات الإغاثية مثل الأغذية، المشروبات، الفراش، البطانيات وما شابه. لكن النسبة الأكبر من هذه المساعدات ماجد هي للمشافي. عمليا المسؤول عن استلام وتوزيع هذه المساعدات هي كما ذكرت الهلال، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالشراكة مع وكالة الغوث.
هذه الشاحنات ستستلم هذه المساعدات وثم تخرج عمليا في هذه اللحظات تجري عملية التفريغ، تفريغ واستلام هذه الشاحنات في الجانب الفلسطيني. هذه المساعدات ماجد ستوزع فقط على منطقة جنوب قطاع غزة، لن يسمح لهذه المساعدات أن تصل إلى منطقة غزة، هذا بحسب طبعا تأكيدات من الجيش الإسرائيلي الذي يرفض عمليا إيصال هذه المساعدات إلى مدينة غزة، لأنه يعتبر مدينة غزة عمليا هي منطقة عمليات عسكرية. لن يسمح، وهدد الجيش الإسرائيلي بأنه إذا أي شاحنة ستصل إلى منطقة غزة سيتم قصفها كما حذر الجيش الإسرائيلي. لذلك تجري في هذه اللحظات عملية تفريغ هذه الشاحنات وتحميلها من الشاحنات المصرية إلى الشاحنات الفلسطينية، ومن ثم ستوزع بالمناصفة بين جمعية الهلال الأحمر التي عمليا هي لديها أيضا نازحين في مؤسساتها، وأيضا الأونروا ستوزع هذه المساعدات على أيضا النازحين وعلى المشافي، مشافي قطاع غزة. من سيوزع هذه المساعدات كما ذكرت هي جمعية الهلال الأحمر ووكالة الغوث، سيقومون مباشرة اليوم بتوصيل هذه المساعدات من المستلزمات الطبية والأدوية إلى مشافي القطاع التي عمليا هي تعاني بشكل كبير من نقص من الأدوية والمستلزمات الطبية. وأيضا في الجانب المقابل سيكون هناك أيضا توزيع للمساعدات الإغاثية لمدارس وكالة الغوث وأيضا للنازحين في جمعيات ومرافق الهلال الأحمر الفلسطيني. الكل يترقب عمليا خروج هذه الشاحنات من البوابة الخارجية الآن من معبر رفح جنوب قطاع غزة بانتظار يعني الانتهاء من عمليات التفريغ وأيضا الاستلام، ومن ثم الخروج مباشرة بهذه الشاحنات التي أيضا هناك مندوب للصليب الأحمر الدولي سيكون مرافقا لهذه الشاحنات، وكل ما يجري عمليا ماجد من عملية الاستلام وأيضا التفريغ والتوزيع ستكون بإشراف أممي وأيضا بمراقبة من الصليب الأحمر وأيضا بتنسيق بين جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وجمعية الهلال الأحمر المصري كما جرى التوافق. طيب حازم ابقى معي ماجد كله بعد دعني أذهب إلى الجانب الآخر من الجانب المصري لمعبر رفح، مراسلنا أحمد مهران. أحمد، أيضا رأينا صور دخول المساعدات بعض الشاحنات، دعني أسألك عن وتيرة دخولها، ما أعدادها، وهل ممكن أن تزداد أيضا؟ يعني كيف يتم التنسيق؟ بشكل مبدئي تم السماح بدخول 20 شاحنة، هذه المرحلة التي وصلنا إليها تعد التطور الأهم فيما يتعلق بالشق الإنساني للأزمة في قطاع غزة. طبعا دخول هذه الشاحنات كان أشبه بعملية مخاض عسير، تم الاستعداد عدة مرات بإدخال هذه الشاحنات. حتى فجر اليوم كنا نتابع في معبر رفح أمام البوابة تحديدا عملية تجهيز أول شاحنتين محملتين بالأدوية والمستلزمات الطبية، وكنا ننتظر إدخال هذه هاتين الشاحنتين، ولكن تم العدول عن الخطة من دون الإفصاح عن الأسباب بشكل رسمي، وتأجل الأمر إلى اليوم. أيضا كنا نتابع عملية يعني تجهيز الشاحنات بكميات أكبر من طاقتها الاستيعابية، نظرا لأن العدد المسموح به في المرحلة الأولى عدد محدود للغاية وهو 20 شاحنة، من بين نحو 200 شاحنة منتظرة في محيط معبر رفح وكذلك في مدينة العريش نفسها. هناك نحو 3000 طن من المساعدات الإنسانية الموجهة لسكان القطاع، لذا عمل القائمون على تجهيز هذه الشاحنات يعني إعادة ملئها بكميات أكبر من طاقتها الاستيعابية لتقديم أكبر كمية ممكنة من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع. المعروف طبعا أن احتياجات السكان هناك في قطاع غزة أكبر بكثير مما هو متاح من مساعدات، لكن ما زال مطار العريش يستقبل المزيد من طائرات المساعدات القادمة من دول عدة ومن منظمات دولية. ما زالت الجمعيات الأهلية في مصر تعمل حاليا على تجهيز قوافل أخرى من المساعدات في القاهرة وسيتم تحريكها إلى العريش. متى بدأ يعني الحديث عن انتظام آلية مستدامة لإرسال الشاحنات؟
هذا ما ترغب فيه القاهرة بالطبع. القاهرة ترغب في أن تكون هناك آلية مستدامة لإرسال المساعدات إلى القطاع لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة من احتياجات دوائية وأغذية وأغذية ثقيلة، ونحن على مشارف فصل الشتاء طيب. ومستلزمات طبية ومياه أيضا، كل هذه الأمور. طيب أحمد، لم يتم الحديث في الواقع عن المواد البترولية، عن طبعا المستشفيات. أحمد ابقى معي، بحاجة إلى وقود. دعني أعود إلى القمة الدولية للسلام الآن، ونحن نشاهد هذه الصور، وصول طبعا وزير خارجية بريطانيا الآن لمكان انعقاد القمة. هناك مسؤولين دوليين بجانب الدول العربية هي تشارك. الرسالة هي قمة القاهرة للسلام. البعض يعني يشاهد ما يحدث في قطاع غزة، لكن كثير من الدول العربية كانت تقول بأن الحل لهذه القضية هي حل الدولتين، يعني وجود القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. كثير من هذه الأطروحات التي تم تناسيها خلال العقود الماضية، لكن عبر هذه القمة التي تجدد الأمل في إرسال رسالة واضحة للعالم بأن القضية الفلسطينية هي أساس كل هذه التطورات وحقية الجانب الفلسطيني في إقامة دولته. سأعود إلى ضيوفي هذه المرة من واشنطن، الكاتب والباحث السياسي السيد إيهاب عباس. سيد إيهاب، طبعا الجانب الأمريكي هو داعم لإسرائيل بشكل كامل ومطلق، تحدث باقتضاب فقط الرئيس بايدن عن مسألة حل الدولتين، ووعد بذلك قبل سنوات، قبل 4 سنوات من مجيئه رئيسا، لم يحقق أي شيء في هذا الإطار. اليوم هناك انعقاد ضمن يعني ما يحدث في قطاع غزة، القمة الدولية للسلام في القاهرة. يعني ما طبيعة الرسالة التي ستقرأها واشنطن عبر هذا الاجتماع وهؤلاء القادة الكبار الموجودين الآن الذين نشاهدهم في هذه الصور، سواء كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، ملك الأردن، طبعا أمير قطر، ورئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، شخصيات كبار جدا. ما الرسالة التي تعتقد ستصل إلى واشنطن؟ نعم، أهلا بحضرتك وأهلا بالمشاهدين وأهلا بضيفك الكريم من رام الله. يعني طبعا في ظل أصوات الضربات المكثفة على قطاع غزة والعدد الكبير من القتلى والدعم الأمريكي اللامتناهي والمطلق كما وصفه الرئيس جو بايدن لإسرائيل وللآلة العسكرية الإسرائيلية بالمليارات الكثيرة والذخائر والأسلحة وخلافه، تأتي أيضا هذه القمة لتقدم الدعم للفلسطينيين وللسلام. يعني هي قمة ليست للفلسطينيين فقط، هي قمة للسلام، يعني أيضا قمة من المفترض أن تشمل إسرائيل، تشملها برعايتها، يعني تريد أن تضع إسرائيل في إطار السلام في الوقت الذي تقوم فيه بهذه العمليات الخطيرة جدا في قطاع غزة ضد الفلسطينيين. وكما حشدت واشنطن والقوى الغربية دول العالم للإيمان بالفكرة الانتقامية الإسرائيلية والتي أصبحت مفرطة بشكل كبير، نجحت القاهرة أيضا والدول العربية في جمع العالم خلال هذه القمة لحشد التأييد الكبير للأمور الإنسانية وللسلام، وشتان بين الجانبين، يعني شتان بين من دعا الجميع للانتقام والمساعدة في هذا الانتقام، وبين من دعا الجميع لعقد السلام والعمل على وقف القتال والاعتناء بالأمور والنواحي الإنسانية. لذلك أعتقد الرسالة لهذه القمة ستكون رسالة قوية لمن يحب السلام، لمن يهمه الأمر، لمن يهمه الإنسان، عكس ما للأسف الشديد قامت به واشنطن وقامت به القوى الغربية التي بدأ كثير منها اليوم يتغير في مواقفه، لا أقول بنسبة 180 درجة، ولكن على أقل تقدير أصبحت في المنتصف، يعني أصبح كما يرى الحق الإسرائيلي في توجيه ضربة انتقامية والقضاء على حماس، أصبح أيضا يرى أن هناك مدنيين في غزة ليس لهم أي ذنب في هذه الحرب، قتل منهم أكثر من 4,000 شخص، وشردت العائلات وقطعت الأوصال، وبالتالي أصبح لابد من الوقوف بجانب هذا الشعب المكلوم
في خلال 14 يوما فقط هذا القتل الرهيب والفظيع. وبالتالي وجود يعني أنا أشاهد على شاشة سكاي نيوز الآن السيدة وزيرة الخارجية الألمانية وقبلها وزير الخارجية البريطاني، ومن المفترض على ما أعتقد أن رئيس وزراء بريطانيا سيكون موجودا، هذا ما سمعته، بالإضافة لكل الرؤساء والملوك والأمراء الذين هم موجودون الآن. الرسالة ستكون قوية، هل ستستطيع القمة أن تحدث فارقا على أرض الواقع؟ ربما في الضغط لتأجيل الاجتياح البري الإسرائيلي، لا أعلم، لكن ستبعث برسالة قوية أنه مهما طال أمد القتال ومهما طال أمد الصراع لابد للجميع أن يجلس على طاولة مفاوضات لإنهاء هذا الصراع. صحيح مر على الصراع العربي الإسرائيلي الفلسطيني ربما ما يقرب من 80 عاما بقليل، ولم يكن هناك أي حل حتى اللحظة، لكن مع التطور الذي تعيشه البشرية من المفترض أن يحدث هذا الحل، وعلى واشنطن في يوم من الأيام أن تنضم لهذه الجوقة الكبيرة من شعوب العالم التي تريد هذا السلام. والوضع لدينا في أمريكا أيضا على المستوى الشعبي بالمناسبة أصبح يعني متوازنا نوعا ما، لهذا لم يكن يحدث قبل ذلك. يعني أنا عندما قدمت إلى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 15 عاما كان الدعم دائما يقدم لإسرائيل حتى على المستوى الشعبي والإعلامي. اليوم بسبب تطور السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي وتطور الخطاب الإعلامي الأمريكي منذ تحديدا أزمة كورونا، وبدأ المواطن الأمريكي يتعرف على ما يدور حوله في العالم مرورا بالأزمة الأوكرانية، أصبح لديه قناعة بأن هناك شعوب أخرى تستحق العيش معه على هذا الكوكب ومن بين الشعب الفلسطيني. لذلك نشاهد هذه التظاهرات التي بدأت تخرج لا يشارك فيها عرب ومسلمون فقط، بل أصبح يشارك فيها أيضا الأمريكيون من أصول أوروبية ومن أصول آسيوية. فالوضع يسير في الاتجاه الصحيح لكن ربما سيأخذ وقتا. طيب سيد إيهاب، سيد عصمة تبقوا معي، سأذهب مرة أخرى إلى القاهرة مع مراسلنا سمير عمر. مع وصول زعماء كثر إلى القمة الآن رأينا وصول الرئيس الفلسطيني بالطبع، وزير خارجية البريطاني، وأيضا مسؤولين الأوروبيين بجانب الدول العربية، رأينا رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وأيضا أمير قطر، وطبعا ولي عهد الكويت، رأينا أيضا مبعوث سلطان عمان في هذه الاجتماعات. لو تنقل لنا الصورة بشكل أكبر سمير، مع وجود أيضا يعني الأمين العام المتحدة وشخصيات أكثر تتوافد الآن. صحيح ماجد، لكن دعنا نشير هنا إلى أن الموعد الذي كان مقرر لانطلاق أعمال هذه القمة كان في 11:30 بالتوقيت المحلي، أي في هذا التوقيت، لكن نظرا لاستمرار توافد القادة والزعماء المشاركين في هذه القمة سيتم ترحيل هذا الموعد لاكتمالهم. بعد دقائق ستصل طائرة العاهل الأردنية الذي سيتوجه مباشرة إلى مقر القمة. قبل قليل وصل أمير قطر وتوجه كذلك إلى مقر القمة. من وصلوا في البداية هم من وصلوا بالأمس، يعني الرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد وصل بالأمس، الرئيس الفلسطيني وصل بالأمس، الرئيس الموريتاني وصل بالأمس، دخل الآن أيضا رئيس الوزراء العراقي وممثلي الاتحاد الأوروبي تشارل ميشيل، وأيضا جوزيف بوريل سيشارك، رئيس المفوضية الاتحاد الأفريقي أيضا سيشارك، والأمين العام لجمعية الدول العربية فضلا عن سكرتير العام الأمم المتحدة، هذا إلى جانب وزراء الخارجية الكثر الذين يشاركون ممثلين عن بلدانهم الداعمة لموقف القاهرة في التعاطي مع هذه الأزمة. هنا نشير ماجد إلى أن أحد الأهداف الاستراتيجية من وضع هذا المؤتمر ودعوة مصر لانعقاده هو أن نتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية مساعدات إنسانية فقط. صحيح أن الظرف الحالي ضاغط على الجميع وأن دخول المساعدات الإنسانية هدف وأن وقف إطلاق النار وهدى إنسانية والتوصل لهدن إنسانية هدف، ولكن أيضا الرؤية المصرية الفلسطينية العربية ترى أن الأمر ليس فقط مجرد دخول مساعدات وتوفير
النذر اليثير لأبناء قطاع غزة، ترى أن الحل لابد أن يكون سياسيا شاملا لحل القضية الفلسطينية؟ ما حدث في 7 أكتوبر وما سبقه من جولات 5 من الاشتباكات والاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة جوهره هو عدم الحل السياسي الذي يعطي الفلسطينيين حقهم في دولتهم المستقلة. سببه هو استمرار قادة إسرائيل وهذه الحكومة بالتحديد الموصوفة بأنها الأكثر تشددا في تاريخ إسرائيل تنصلها من أي التزامات، بل وعلى العكس ما فعله رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة عندما رفع خارطة لشرق أوسط يراه وأشار في هذه الخارطة إلى وجود غزة والضفة وعدم وجود أي دولة فلسطينية. المعضلة السياسية هي التي تراها القاهرة وتراها الجامعة العربية وتراها الفلسطينيون بالطبع، أن أزمة الفلسطينيين ليست إنسانية وحلها ليس اقتصاديا، بل هي أزمة سياسية تستدعي حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة وفقا لمقررات الشرعية الدولية. هذا أحد أهم الرسائل التي يرسلها قمة القاهرة للسلام. الآن نتابع توافد المشاركين على القمة واستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لهم في صالون القادة والزعماء، ويتوالى وصول الوفود والقادة المشاركين. على الأرجح ستمتد هذه المشاهد الاستقبالية لنصف ساعة أخرى لحين بدء الجلسة الافتتاحية التي حسب المعلن كان من المفترض أن تكون قد بدأت الآن. طيب أشكرك من القاهرة مراسلنا سمير عمر، بالطبع سأعود إليك فور يعني بدء الكلمات في هذه القمة الدولية للسلام من القاهرة. سأعود إلى ضيوفي ونحن نشاهد مزيد من الصور في توافد الزعماء من جميع الأقطار سواء العربية أو العالمية إلى القمة الدولية للسلام في القاهرة. في الجانب الآخر من الصورة نشاهد أيضا دخول المساعدات، إلى الآن هي لم تدخل إلى يعني بوابات قطاع غزة بشكل مباشر، يبدو أن هناك يعني بعض الإجراءات التي تتم في هذه الأثناء كما قال مراسلنا حازم البنا. سأعود إلى رام الله مع سيد عصمت منصور. سيد عصمت، بالطبع كنت تتحدث عن أهمية هذه القمة، الرسائل التي تقدمها، لكن لابد من الحديث أيضا عن الثقل العربي. اليوم الثقل العربي تغير، لم يكن كما كان سبعينيات القرن المنصرم ولا ثمانينياته، وتغيرت الأمور بشكل كبير جدا. الناتج القومي أصبح كبيرا جدا، القوة والتأثير في العواصم الدولية أصبحت مختلفة، وإن رأينا يعني إصرارا أمريكيا على دعم الجانب الإسرائيلي، لكن هذا الثقل العربي المتزايد الذي يعني يحسب له 1000 حساب في هذا العالم، كيف ممكن أن نراه في هذا اليوم؟ يعني هذه نقطة حساسة جدا وربما يجب الالتفات لها. العرب اليوم هم ليسوا العرب قبل 10 أو 20 عام، وثبت هذا في الأزمة الأوكرانية وكيف تصرفت الدول العربية ودول الخليج تحديدا. يعني لم تضع نفسها تحت تصرف وكأنها في جيب الولايات المتحدة، تصرفت باستقلالية، وضعت مصالحها الوطنية واقتصادها ورؤيتها وأيضا يعني قيمها وعلاقاتها الأخرى التي أرادت أن تكون متوازنة في المقدمة، وتصرفت بناء على ذلك. وهذا طبعا قاد يعني إلى فعلا ردة فعل عنيفة من الولايات المتحدة وحالة من يعني عدم التصديق. أيضا في تنويع علاقاتها العالمية، هناك تنافس اليوم بين الصين وروسيا والولايات المتحدة، ونحن نعلم أن هناك صراع خفي في المنطقة وفي العالم. وأيضا الدول العربية هنا كان لها يعني طريق يعني كطريقة مختلفة في التعاطي. نحن لسنا يعني مستعدين أن نضحي بمصالحنا وأن نضع كل ثقلنا وعلاقاتنا لخدمة مصالح الولايات المتحدة التي لا تأخذ لا مصالحنا القومية ولا الاقتصادية ولا تطلعاتنا بالاعتبار والتعامل معنا يعني بدونية في بعض القضايا، وتضع إسرائيل ومصالح إسرائيل فوق مصالحنا كدول عربية. لذلك هذه القمة أيضا هي يعني فيها أيضا مقولة بهذا الإطار،
أنه تريد الولايات المتحدة أن تدعم إسرائيل، أن ترسل بارجات، أن تعطيها ضوء أخضر، أن تضع مظلة دبلوماسية فوقها تحميها من النقد وفي المؤسسات الدولية لتفعل ذلك. نحن لن نكون جزء من هذه، يعني تحت هذه المظلة، وسنتصرف ما يخدم استقرار وأمن وشعوبنا وبلدنا، والمفتاح هذا الاستقرار والأمن هو عملية السلام. أنا أتفق مع ما قاله الأستاذ إيهاب، إسرائيل غالت، لا بل تطرفت في تهميشها للقضية الفلسطينية، تطرفت في يعني نبذها للقضية الفلسطينية ومحاولة قفزها. نتنياهو بدأ يتحدث بنوع من الاستخفاف بالفلسطينيين، وعلى الأرض شكل حكومة تؤمن بأيديولوجيا ليس فقط يعني لا تذهب نحو السلام، بل تعادي السلام وتعادي حل الدولتين، وتسعى بشكل ممنهج للقضاء على وجود الفلسطينيين، وجودهم المادي على الأرض، وتضع خيارات ثلاث أمامهم: إما الترحيل أو القتل من يواجه ويرفض، أو العيش بدونية ودون أدنى حقوق جماعية وسياسية. ولذلك هذا الغرور وهذا التطرف والمغالاة والحديث عن القضية الفلسطينية آخر أيام، وأنا أقول لك منتهى الصراحة، الإعلام الإسرائيلي كان ينقل عن مكتب نتنياهو أنه يطلق على أبو مازن رئيس البلدية، يعني أصبحوا حتى يعني لا يعترفون بتمثيلنا السياسي. هذا الغرور وهذه المغالاة في تهميش القضية الفلسطينية قادت إلى ما قادت إليه على الأرض، هذا الانفجار الذي وقع في 7 أكتوبر، وقادت أيضا دول عربية أن تتنبه أنه نحن أمام حكومة خطيرة استغلت هذا التعاطف الدولي مع المشاهد الصعبة التي حدثت من أجل أخذ ضوء أخضر لتنفيذ مشروعها التصفوي للقضية الفلسطينية، وعلى حساب الشعوب العربية وعلى حساب القضية الفلسطينية. ومن هنا يعني فعلا أهمية هذه القمة توقيتا وأيضا مكانا، نحن على حدود غزة، القمة تعقد على وكأنه يعني على جوار غزة، على الحدود معها، حيث يذبح الناس بشكل جماعي ودون رحمة، الأطفال والنساء. يعني من يتابع الإعلام الإسرائيلي والأهداف التي يعلنها الجيش الإسرائيلي، لم يحقق أهداف عسكرية سوى يعني بعض أهداف أو قيادات في المكتب السياسي لحماس تعد على أصابع اليد الواحدة، ولكنها دمرت مئات المدارس والمستشفيات والمراكز والمخابز والكنائس والمساجد، وشردت عشرات ومئات الآلاف داخل القطاع ودون مأوى، يهيمون من مكان إلى مكان، وتلاحقهم الطائرات وتقتلهم أينما ذهبوا. لذلك يعني بالفعل هذه القمة نعلم أنه يعني لن تنصاع إسرائيل بسهولة. حتى الآن إسرائيل لم تستوعب أن العالم يتغير، وأن نتنياهو والولايات المتحدة ليست صاحبة الكلمة الوحيدة في العالم. صحيح أنه هيمنتها وقوتها لا زالت كما هي، ولكن أيضا دول أخرى راكمت قوة وبنت طيب. لنفسها مكانة، وأصبح لديها أوراق تستطيع أن تتحدى هذه الهيمنة. سيدي إيهاب، يعني نحن أيضا أحد أسباب هذه القمة ربما عدم اشتعال الموقف بشكل أكبر في هذا الإقليم، ونحن نرى يعني بعض الجهات ممكن أن تتدخل إذا ما كان هناك اجتياح بري كامل لقطاع غزة. لكن البعض يقول هذه الرسائل ربما تكون موجهة للولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر، هل هناك تخوف أمريكي من مثل هذا الأمر، أم أن الدعم لإسرائيل مطلق؟ يعني ممكن أن نرى الولايات المتحدة تحارب مثلا في لبنان، في اليمن، في سوريا، في مناطق أخرى عديدة، وقوفا مع الجانب الإسرائيلي، وإلى أي مدى هذا يعني صحيح، على جانب أن هناك أجندة أمريكية في التغيير أيضا في الشرق الأوسط؟ طيب أنا يعني سأبدأ من الجزء الأخير من السؤال، هل هناك أجندة أمريكية للتغيير في الشرق الأوسط؟ لا، لا توجد أجندة أمريكية للتغيير في الشرق الأوسط، بل إن الشرق الأوسط لم يكن على بال أصلا إدارة جو بايدن، وخاصة القضية الفلسطينية، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين عندما تولى حقيبة الخارجية الأمريكية عام 2021، وفي إحدى تصريحاته قال إنه يطالب الإسرائيليين والفلسطينيين ألا يصعدوا الصراع بينهما، وفهم ذلك الأمر عندئذ بأنه يعني أن واشنطن لا تريد أن يكون لها يعني دور في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بان حكم الرئيس الحالي جو بايدن لأنه ليس على رأس أولوياتها. لكن طبعا اضطرت للدخول في هذا المعترك بسبب الحرب التي كانت في عام 2021 وكل المناوشات بعد ذلك، مرورا بما نشاهده اليوم. السؤال الأول، الجزء الأول من سؤال حضرتك المتعلق بأمريكا وإمكانية أن تدخل في حرب
في المنطقة. أولا عندما قامت واشنطن بإرسال حملات الطائرات جيرالد آر فورد وتبعتها بأيزنهاور وعدد كبير من الطائرات المقاتلة يصل إلى 200 وما يصاحبهما من طبعا بوارج وطرادات ومدمرات إلى آخره، وإرسال كمية كبيرة من الذخيرة لإسرائيل وإرسال أكثر من 2000 جندي أمريكي إلى الشرق الأوسط بالإضافة لتأهب كل القواعد الأمريكية الموجودة في الشرق الأوسط. وقالت واشنطن هذه رسالة ردع. ماذا يعني الردع؟ يعني أنه إذا ما قمتم سنقوم، بمعنى إذا ما قمتم يا إيران وفصائل إيران المسلحة وأذرعها بالوكالة في المنطقة بالدخول في هذه الحرب والاشتباك مع إسرائيل عندها سنتدخل. نعم أمريكا مستعدة للدخول في هذه الحرب بجانب إسرائيل، ولكن اشترط بعض القادة الأمريكيين هذا الأمر بموافقة إسرائيل، بمعنى أن أمريكا ترى حتى اللحظة أن إسرائيل قادرة على التعامل مع الجبهات الثلاث التي من الممكن يعني أن الجبهة، هناك جبهة طبعا الجنوب مع قطاع غزة وحماس والفصائل، هناك الجبهة الشمالية مع حزب الله، وجبهة الشرق مع الفصائل الموالية لإيران، وربما أيضا الجبهة الإيرانية برمتها يعني إيران كدولة. فإسرائيل تستطيع التعامل مع الجبهات الثلاث المحيطة بها، لكن عندما تدخل إيران كما هددت بشكل أو بآخر ولو أنها تهديدات غير واضحة المعالم، يعني سيحدث زلزالا قويا في إسرائيل لن نصمت على هذا الأمر، إذا ما تدخلت أعتقد أن الولايات المتحدة من الممكن أن تتدخل. لكن هناك سيناريو آخر أيضا أستاذي العزيز، وهو أنه إذا ما فرغت إسرائيل من القضاء أو تنفيذ أهدافها أو يعني إيهام العالم بأنها نفذت القضاء تماما على حركة حماس والفصائل الفلسطينية المقاومة في قطاع غزة، ولو أن هذا سيكون أمرا صعبا جدا، أعتقد أنها ستحاول أن تلتفت بعد ذلك لإيران. هذا عندما تفرغ إسرائيل من حماس الله أعلم متى، إذا ما استمر هذا الأمر وصولا إلى الانتخابات الرئاسية القادمة وجاءت إدارة جمهورية مثلا برئاسة دونالد ترامب، تخيل حضرتك سيكون الوضع كيف عندئذ. أعتقد دونالد ترامب سيسارع مع إسرائيل لإحداث ربما حالة الحرب ضد إيران بشكل أو بآخر. هذه وجهة نظري، ربما تكون صحيحة ربما تكون خاطئة. لكن سيدي إيهاب أيضا في نفس هذا الإطار ربما كان هناك رغبة في استقرار يعني المنطقة، مسألة صحيح الرخاء الاقتصادي، مسألة إيجاد نوع من السلام. طبعا كثير من الدول العربية، كل الدول العربية قالت لن يكون هناك سلام إلا بإقامة الدولة الفلسطينية، وهو يعني رؤية تتحقق، لا تمر 5 أو 10 سنوات إلا وحرب جديدة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ومثل صحيح. هذه الأمور، مسألة الرخاء الاقتصادي، الازدهار، الاستقرار، يعني ربما الولايات المتحدة أيضا تريده في هذه المنطقة وفي العالم، أليس كذلك؟ يعني هي في مصلحتها. من المفترض أن هذا هو الأمر في طبيعته الإنسانية البحتة، نبحث عن مصالحنا ونتاجر ويكون اقتصاد ممتاز لكل الدول ويعيش الجميع في رخاء وسعادة. لكن على أرض الواقع هناك صراع موجود، صراع إسرائيلي فلسطيني، وفي محاوره الكثيرة يكون إسرائيليا عربيا أيضا، ومستمر بسبب الرؤية الدينية المختلفة لهذه الأرض لكل من اليهود والمسلمين. وهذا الاستمرار في الصراع بهذا الشكل الديني للأسف، وأنا أقولها صراحة حضرتك، يعني سيستمر معه الصراع، يعني هذه الرؤية الدينية البحتة للأمور سيستمر معها الصراع بشكل لا متناهي. وأذكر هنا أن أوروبا التي حاربت على مدار حربين عالميتين وقتل عشرات الملايين من أبنائها، اليوم تتحد في إطار اتحاد أوروبي وناتو وعملة موحدة واقتصادات مشتركة إلى آخره من هذه الأمور، ونشاهدهم يقفون على قلب رجل واحد في كل الأمور التي تتعلق بقارتهم وبإقليمهم. طيب لماذا نحن في المنطقة لا نتعامل بنفس هذا المفهوم؟ هناك كانت محاولات لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب بمسألة السلام الإبراهيمي الذي انضمت إليه دول عربية عديدة في سلام مع إسرائيل، وتوقعنا أن هذا الأمر سيقود إلى الطريق الصحيح. نعم هو فعلا يقود إلى الطريق الصحيح من وجهة نظري، لكن هناك مسألة لازم تحل، وهي مسألة
القضية الإسرائيلية الفلسطينية. من من الطرفين لديه القدرة على تقديم التنازلات؟ من من الأطراف الدولية عنده القدرة أن يضغط على الطرفين؟ طبعا واشنطن عندها قدرة كبيرة للضغط على إسرائيل والقبول بحل الدولتين والإسراع في هذا الأمر، وهناك مخاوف إسرائيلية ما زالت متعلقة بحل الدولتين، ربما أمور يعني لا تبدو حقيقية من وجهة نظري، لأنه حل الدولتين قائم، نستطيع أن يكون هناك دولتان إسرائيلية وفلسطينية تعيشان جنبا إلى جنب، وتتذكران الألام التي عاش كل منهما من خلال شعبه عبر عشرات السنوات، وتصبح من الماضي في يوم من الأيام. لكن طالما ظل الصراع بصورته الحالية سنظل كل عامين ثلاثة أعوام في حرب ومحاولات للقضاء على الشعب الفلسطيني أو الفصائل المقاومة، وهذا لن يحدث، وتعود قوية من جديد. كل المحاولات السابقة فشلت من قبل إسرائيل، وتعود حماس والفصائل الفلسطينية أقوى بكثير. طيب لنستمع لهم، نشوف مطالبهم إيه، ونحاول أن يعني نتفاهم ونحاول أن نحلها. أنا أتحدث أنا من الجانب الإسرائيلي مثلا، لو أنا إسرائيلي، طيب أنا مش عارف أقضي عليكم، كل ما أضربكم ترجعوا أقوى من الأول وبأسلحة جديدة وتكنولوجيا جديدة وخطط جديدة إلى آخره. فيجب أن أجلس معهم وشوف الموضوع، يعني نحاول أن نحل، ولكن في خارج الإطار الديني. طالما ظل الإسرائيلي مقتنع أن هناك هيكل سليمان تحت الأقصى ويجب هدمه، وطالما ظل الفلسطيني مقتنع أن إسرائيل لا يجب أن تعيش معه ويجب أن تلقى في البحر، سنظل في هذا الصراع إلى أبد الأبدين، لن ينتهي. طيب سيد عصمت منصور، يعني أحد أنا لا أريد الغوص الآن في المفاوضات السابقة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي والتي فشلت بمجملها، لكن أيضا هذا الانشقاق أو الشرخ في الشارع الفلسطيني ما بين فتح وحماس، من يمثل الفلسطينيين من لا يمثل الفلسطينيين، مقاربة سياسية مقاربة العسكرية، هذه كلها أمور يعني دائما كانت ذريعة للجانب الإسرائيلي. كثير من المراقبين المحللين أنا كنت أسألهم خلال الأيام الماضية هم يركزون على هذه النقطة، هل لها حل؟ هل ممكن أن نرى لها حل؟ وكيف سيقدمها الرئيس الفلسطيني في هذا الاجتماع مثلا؟ وفعلا هذا السؤال كبير. يعني أولا هي يعني هذا الانقسام أضر بالقضية الفلسطينية كما لم يضر بها شيء آخر. يعني حتى الحروب التي نشهدها الآن آثارها تعالج، ولكن هذا الانقسام ترك كدمات وترك جروح وحالة أنا أعتقد أنه استغرقنا سنوات للخلاص منها، وكانت ذريعة جاهزة لنتنياهو الذي غذى هذا الانقسام باعترافه كي يحارب حل الدولتين. نتنياهو تحالف يعني مع دون طبعا ليس تحالف مباشر بل دعم الانقسام ولم يحارب الانقسام، وفي البداية كان يشترط أنه إما نحن أو حماس على الرئيس أبو مازن ويمنع أي حوارات ويعترض على الحوارات. وللأسف يعني الولايات المتحدة صارت في هذا الركب مع نتنياهو، وإلى أن وصلنا للحال الذي نحن عليه الآن. دون إنهاء الانقسام لن يكون حل للقضية الفلسطينية. لا يوجد، ليس فقط أنه مسألة التمثيل، يعني رسميا التمثيل معروف يعني في منظمة التحرير ورئيسها أبو مازن، ولكن فعليا هو لا يستطيع أن يعني لا نفوذ له على الأرض، لا تأثير له على الأرض، لا في الضفة التي إسرائيل تجرد من أي صلاحية فيها، ولا في غزة التي تسيطر عليها حماس. ولذلك إنهاء الانقسام هو حل أول عقدة في طريق الحل، وهذا ما يجب أن يقدم الفلسطينيين لأنفسهم وللعرب وللدول التي تريد أن تساعدنا وتذهب بهذا الاتجاه. هذا أولا. ثانيا الحلول الاقتصادية، وهنا أنا أود أن أعلق، لا يمكن أن يكون تنمية تحت الاحتلال، وحلول الاقتصاد وكي ينمو يحتاج إلى حركة وحرية حركة وبنية تحتية ومعابر مفتوحة وسيادة ونظام جمركي مستقل. كل هذه الأمور غير موجودة في ظل، ولذلك يعني في ظل سيطرة إسرائيل وهيمنتها على كل شيء نحن بالكاد يعني ملحقين بالاقتصاد الإسرائيلي. ولذلك حتى هذا الوهم السلام الاقتصادي الذي ساقه نتنياهو وتبناه ترامب هذا لا يمكن أن يحل المشكلة، هذا يخلق بعض الرخاء بشكل جزئي ويعني بشكل فردي يعني للناس، لكن لا يبني بنية اقتصاد قادر على النهوض والاستقرار لوحده، سيبقى مرتبط بالاقتصاد الإسرائيلي وبالسياسات الإسرائيلية المتغيرة التي كل لحظة يعني تخرج بسياسات مختلفة. لذا نعم الانقسام، الرئيس أبو مازن مطالب الآن أن يقدم رؤية لكل الفلسطينيين، لنا في الضفة ونحن يعني منذ سنوات طويلة لا نجد أفق في السلام،
ولغزة التي فعلا يعني الآن تمر بهذه المحنة وتتعرض لهذا يعني الوضع الغير يعني مستوعب من 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 شدة دماره والضحايا التي خلفه. الرئيس أبو مازن متطالب الآن، هو يجلس الآن مع زعماء العالم. أنا أقول لك بصراحة إسرائيل ليست موجودة، ولكن هناك دول يمكن أن تعبر عن إسرائيل بشكل أو آخر أو مصالحها. ألمانيا دول زارت إسرائيل قبل أيام وعرفت ماذا تريد وأبدت دعمها، يعني لا أحد يشك أنها معادية لإسرائيل والولايات المتحدة. أيضا حماس ليست موجودة، هناك دول نقولها بصراحة تعبر عنها بشكل أو بآخر وهي حليفتها، ويمكن أن يعني من خلالها الرئيس أبو مازن أن يقدم رؤية لكل الأطراف وتبدأ هذه الرؤية بإنهاء الانقسام. طبعا وقف الحرب هذا يحتاج إرادة الجميع ويحتاج أنه ضغط أمريكا. نعم. نتنياهو فقط لا دمر غزة وشردها، أيضا لدمر مصر والأردن معها. طيب دعونا ضيوفي نذهب إلى هذه الصور المباشرة قبيل انعقاد قمة القاهرة للسلام، صورة جماعية يعني الآن للقادة والزعماء العرب والدوليون الذين يحضرون هذه القمة. نشاهد بالصور رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أمير طبعا دولة قطر، ملك البحرين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، كثير من القيادات، الملك الأردن أيضا، ورأينا الرئيس الموريتاني، رئيس المجلس السيادة في ليبيا، وأيضا رأينا مسؤولين من طبعا الأمم المتحدة، من المفوضية الأوروبية سيد شارل ميشيل موجود أيضا. يعني هناك خليط كبير ليس فقط من القادة العرب ولكن من القادة الدوليين في محاولة لإحياء فكرة السلام وسط اشتداد القصف الإسرائيلي العسكري المدفعي والصاروخي على قطاع غزة الذي أودى إلى الآن لأكثر من 4,100 قتيل، 60% منهم من الأطفال والنساء، وسط توقف كامل لدخول الماء وعدم وجود الكهرباء أو الوقود أو الأغذية أو حتى المساعدات الإنسانية أو الطبية، حالة يرثى لها، وصفها كثير من المسؤولين في الأمم المتحدة بأنها يعني جريمة ضد الإنسانية بشكل أكبر، وهو حصار جماعي في هذه الأثناء ونحن نرى القاعة الرئيسية في انعقاد هذه القمة.